يعطيك الصح. معاملات غير قانونية. يعطيك الصح، هذو كاع هذه كاع تدخل في تعريف تاع تبقى الأول. تبقى الأول في الحقيقة هو كما تفضلوا الزملاء، هو أموال المصدر تاعها يكون غير شرعي، ناتج عن نشاطات إجرامية. أموال نشاط ناتجة عن نشاطات إجرامية، والغرض من التبييض أنه يبدلوا الطبيعة تاعها السوداء، الطبيعة تاعها كما نقولوا الغير شرعية، يدخلوها في الإطار الشرعي، وهي إدخالها في كما نقولوا في السيركوي، في النظام البنكي والنظام المالي الرسمي. لا إطار تاع الولاية، لا تاع البلدية، لا تاع الدائرة، لا تاع الأوبيجي. اللي عنده مشكل مع الهيئات هذه يروح للهيئات هذه. بطاقة التعريف ما نجيش نقول المشكل تاعي لا العون البريد ولا قابض البريد ولا الإطار تاعي. المشكل تاع البطاقة يتواجد على مستوى البلدية في الولاية. والتشخيص نعني به قانونا وثيقة تدل على الشخص، وثيقة رسمية مصدرة عن جهة رسمية. هنايا باش ننبه الزملاء والزميلة هنايا يكون ديروا في بالكم، كاين بزاف يقول لك داروا لنا مشاكل ويجي تقابلهم معنا ويجي يسبوا. بسم الله الرحمن الرحيم. تقوم بريد الجزائر في إطار النشاطات تاعها التكوينية، تقوم بها على مستوى المكاتب البريدية، على مستوى على كل المستويات، بتكوين العوان تاعها والإطارات تاعها في عدة مجالات مهنية وطابع مهني قانوني. ومن بين هذا الأعمال اللي تقوم بها أعمال توعوية تحسيسية ومهنية كذلك، هذه مكافحة وتكويني. نعم عندها طابع تكويني ومهني كذلك، مهني لانه مرتبطه بالعمل اليومي والمهني للمؤسسه البريد الجزائري كمؤسسه دوله، كمؤسسه عموميه. وبالتالي من بين هذا من بين الاعمال اللي تقوم بها انها تكون في اطار محاربه تبييض الاموال وتمويل الارهاب ببرنامج يعني مخطط وبرنامج مكتوب وموثق الى اخره، يقوم مجموعه من المكونين ب تقديمه للمختلف الأعوان والإطارات العاملين في المؤسسة. وتبييض الأموال كما معروف هو جريمة، جميع جريمة هو أنه لمحاربة التبييض، لأنه يعني لما كان هناك أعمال إجرامية ونشاطات غير شرعية ينتج عليها عوائد في بعض الأحيان عوائد كبيرة وضخمة، وتحتاج هذه العوائد أنها يعني كما نقولوا تتحول الى العمل الشرعي والى الاطر الشرعيه. تعرف الاثر السلبي، اثر السلبي على الاقتصاد الوطني، محاربه المنافسه، على تهرب ضريبي، كما نقول عوائد راهي تروح تروح هكذا بدون استغلال، ما يستفادش الخزينه العموليه راهي متضرره الى اخره. المنافسه ما تكونش، العمل الشريفي راح يفقد المعنى تاعو، وبالتالي ضروره المحاربه على الامر هذا. وحنا بالجزائر تأخذ على عاتقها هذا الأمر فيما خص المؤسسات الباردة.